بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اسمحوا لي بداية أصحاب السماحة، أصحاب السعادة وأصحاب السماحة، أيتها الأخوات أيها الإخوة، أن أنقل إليكم اليوم من فلسطين المباركة، من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ومن كل أنحاء الوطن، من مدن وقرى فلسطين، من مخيمات الشتات، أنقل إليكم جميعا وباسم السيد الرئيس محمود عباس شكرنا وتقديرنا لحضوركم اليوم. وما هو بغريب عليكم جميعا يا أحبة فلسطين ويا أحبة القدس. واسمحوا لي وباسم شعبنا الفلسطيني أن نتوجه بالشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة، لهذا الشعب الطيب، للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي ما فتئت إلا وأن تكون يوما مع فلسطين سابقا وحاليا إلى أن تتحرر القدس وتعود إلى أهلها وأصحابها بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الدين على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من عاداهم، وهم في رباط إلى يوم الدين. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. أنتم أكناف بيت المقدس أيتها الإخوة وأيها الأخوات، وأهل فلسطين الذي عنهم ياسر عرفات شعب الجبارين، جبارين على الأعداء بإذن الله. أيتها الأخوات أيها الإخوة أصحاب السعادة، إن إعلان ترامب بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل هو تخليه عن الضوابط الثقافية والتاريخية والإنسانية والأخلاقية، وانحيازه الظالم على حساب المظلوم، فقد أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق. وهو يذكرنا هنا بوعد بولفور المقبور قبل 100 عام، عندما أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، وهو ترامب بعد 100 عام يجرب حظه أيضا، ضاربا بعرض الحائط التاريخ والحضارة والثقافة والإنسانية والديانات السماوية. ونحن في هذا اليوم نقول لترامب ولنتنياهو: العالم كل اليوم في كل الدول العربية والإسلامية، في الاتحاد الأوروبي، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في أفريقيا، كل العالم اليوم قال كلمته لترامب أن ما قمت به غير منطقي وغير قانوني وغير إنساني. وشعبنا الفلسطيني في القدس وفي كل فلسطين، في كل أنحاء فلسطين خرج اليوم، وهذه الهبة وهذا النضال وهذه الانتفاضة والله إنها لن تتوقف حتى تعود القدس عربية لمسيحييها وإسلاميها. ونحن واثقون أن شعبنا الفلسطيني
ومعه كل أمتنا العربية والإسلامية التي لم تخذلنا بإذن الله، ستعيد القدس عاصمة لفلسطين كما كانت وكما ستبقى. لقد قالها محمود درويش الشاعر الفلسطيني العربي الكبير، قال: كانت تسمى فلسطين وصارت وستبقى تسمى فلسطين. هاي فلسطين عدد. اليوم قدمنا هذه المدن، كل المدن الفلسطينية، لنقول اليوم ان القدس شرقها وغربها ستبقى القدس الموحدة عاصمة لفلسطين. ونقول لترامب إن الموقف العربي والإسلامي والعالمي بقرارك هذا حولت البيت الأبيض في هذا اليوم إلى البيت الأسود. ونذكر أن شعبنا العربي من المحيط إلى الخليج لا ينسى ولن ينسى ما فعلته الإدارة الأمريكية في منطقتنا العربية بما سموه ثورا وبهتانا الربيع العربي. هذا الربيع الذي خطط له بامتياز ليقسم المقسم وليخلق الفوضى في العالم العربي كله، وليأتي بالإرهاب. هذا الإرهاب مستورد ليس من سمات أمتنا العربية والإسلامية، هذا الإرهاب الدخيل، وكثير من القيادات الأمريكية اعترفت أنها كان لها الدور الأساسي بما نقل إلى هذا الوطن العربي الكبير، والذي سيدفع الثمن كما نقول في المثل العربي: كل واحد اللي بزرعه بحظه. وإن شاء الله هذه الإدارة هي من ستحصد ما زرعته في الوطن العربي. في هذا اليوم نقول للاحتلال وقبله لترامب: القدس بمساحتها الشرقية والغربية اللي تتجاوز بحدود 13 كيلو متر مربع، بمساحتها وأزقتها وهوائها، بأرضها وشجرها، بشرها، أطفالها ونساءها وشيوخها، هذه القدس لن تستطيع يا سيد ترامب أن تغير هذا الواقع التاريخي والثقافي والإنساني والفلسطيني في هذه المدينة المقدسة. هذا القرار إيش أبعاده؟ هذا القرار اللي أخذه ترامب بنقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس، أولا هو سيحاول أن يشجع كثير من الدول أو بعض الدول لنقل سفاراتها إلى مدينة القدس، رغم معظم الدول حتى الأوروبية وفي أمريكا اللاتينية والعربية والإسلامية بشكل أكيد لم تقبل، ولكنه يحاول أن يشجع هذه الدول لتنقل سفاراتها إلى القدس الفلسطينية.
القضية الأخرى، هذا القرار سيتمسك فيه نتنياهو لينقل الإدارة على المقدسات المسيحية والإسلامية. الكل يعلم أن المقدسات الإسلامية هي في عهدة العائلة الهاشمية، وهذا تم الاتفاق عليه منذ زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات مع جلالة الملك حسين، والرئيس محمود عباس أبو مازن مع جلالة الملك عبد الله. بعد هذا القرار سيحاول أن ينقل الإدارة والمسؤولية إلى سلطة الكيان حسب القانون الإسرائيلي. يعني اللي بتفوت على كنيسة القيامة أو على المسجد الأقصى للعبادة رح يلزموا استئذان وموافقة إسرائيلية، وبالتأكيد هذا لن يحصل. القضية الأخطر أنه حسب القانون الإسرائيلي إذا ما نفذ ترامب ونتنياهو قرارهم بأنه القدس عاصمة لهذا الكيان الصهيوني، حسب القانون الإسرائيلي من حق إسرائيل أن تمارس بكل أدواتها الأمنية والعسكرية والسياسية اتجاه الشعب الفلسطيني. يعني حسب القانون تبعهم من حقهم أنه يخلوا أي منزل بحجة إجراءات أمنية أو دواعي أمنية، من حقهم أن يطردوا أي مواطن فلسطيني. عدد سكان مدينة القدس الفلسطينيين، القدس وضواحيها طبعا، حوالي 320 ألف فلسطيني، وجميعهم يحملوا الهوية يسموها الهوية الخضراء. نتنياهو منذ الاحتلال عام 67 وهو يحاول أن يهود مدينة القدس، هو يستطيع أن يسيطر على الأرض، لكنه طيلة هذه السنوات لم يستطع السيطرة على البشر، وهنا عقدته. هو سيحاول إخراج أكبر عدد من الفلسطينيين من مدينة القدس، وهذا لن يحصل، فقد أقسم أهل القدس ومعهم كل الفلسطينيين ومعهم كل أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم أنهم على العهد والوعد، أنهم سيبقون على العهد والوعد الذي قطعناه على أنفسنا منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، عندما أقسمنا عام 1965 وقبلها 1936 و48 و17 في كل الثورات الفلسطينية جيل بعد جيل، أقسمنا وعاهدنا أن تبقى فلسطين عربية وأن تبقى القدس عربية. في هذا اليوم نحن على ثقة بأمتنا العربية والإسلامية التي خرجت في كل العواصم من أجل القدس أن تخذ بجانب فلسطين، وأن يخرج من القمة التي ستعقد، القمة العربية لوزراء الخارجية وقمة المؤتمر الإسلامي وقمة عدم الانحياز وفي الأمم المتحدة، أن تخرج قرارات داعمة. لا نريد من أحد أن يصمد نيابة عن الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني كما قلت أقسم أنه على أرض فلسطين باق، كما قال الرئيس أبو مازن نحن هنا قاعدون ونحن هنا باقون، رغم كل الممارسات التعسفية واللا إنسانية واللا أخلاقية التي يقوم بها اتجاه شعبنا الفلسطيني. نحن نريد دعم صمود شعبنا الفلسطيني، نحن نريد
دعم صمود المقدسيين هؤلاء المرابطين الذين سيحمون القدس والله. اللي زار منكم القدس شاف المقدسيين والله انهم سيحمون باهداب عيونهم وبصدورهم العاريه وهي الدبابات والاسلحه الثقيله والخفيفه والمتوسطه لن تثنيهم عن الدفاع عن المسجد الاقصى وعن كنيسه القيامه. نريد بامتنا العربيه والاسلاميه وكل العالم الحر ان يقف بجانب فلسطين مواقف عمليه. لا اريد ان استبق الامور لاجتماع وزراء الخارجيه. اتمنى من وزراء الاجتماع الخارجي العرب والمؤتمر الاسلامي وفي الامم المتحده وفي مجلس الامن ان يصدر قرارات واضحه وصريحه لدعم شعب فلسطين ولدعم القدس. وكما قال احد الاخوه القدس هي عاصمه العرب، القدس هي عاصمه المسلمين، القدس هي عاصمه احرار العالم. نريد قرارات واجراءات حتى يطمئن المواطن العربي والاسلامي وكل احرار العالم ان هناك قرارات ستصدر بحق من اخذ هذا القرار الذي لا يحق له اخذه. المفترض ان يصدر اجراءات وقرارات تعطي الصمود الكامل لشعبنا الفلسطيني. ونحن بالانتظار واياكم ونحن واثقون من النصر يرونها بعيدة ونراها قريبة وإننا لصادقون بإذن الله. والسلام عليكم.